انت تعرف العداء جنب سجلتي معرفه شخصيه، بسبق لك ان تحكت معه في نتارك في الدومين تاع الرياضه هنا، هو تاهل للنهائي. اعطينا كلمه على التاهل الباهره. ما يخفاش عليكم جمال سجاتي، يعني الانطلاقه تاعو كانت هنا من بلديه سوقر، كان في جمعيه اجير بلديه سوقر اللي الرئيس تاعها كوجي المختار. الانطلاقه تاعو كانت منا، ومن ثم كينا اطلع الولايه تيات الجمعيه كات. الجمعيه كات هذه تاع العربي احمد، فما كاين في العدو الريفي، من ثم كاين لعب عندهم كادي وجينيور وسينيور، من ثم كاين التحق بالوزارة الدفاع الوطني. هو لعب كرة قدم، لعب ثاني مارس الرياضة تاع كرة القدم ثاني، واللي نجح فيها بزاف هي الرياضة الألعاب القوى، هي اللي نجح فيها بزاف. وراه مشرف مدينة سوقر والولاية في الجزائر كاملة، كلمة. والله الحمد لله يا ربي، يعني شرف كل الجزائر يعني عامة، ولاية تيرت والسوقر خاصة. وإن شاء الله بربي نتمناو له يعني النجاح في حياته في المسيرة تاعو، وإن شاء الله بربي يكون قدوة لهذا الشباب هذو. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.